عبد الله السعيد صفقه القرن. عبد الله السعيد عايز يروح السعوديه، في عرض مغري من الامارات لعبد الله السعيد. السعيد عايز يامن مستقبله، السعيد خلص مع الزمالك خلاص. عبد الله السعيد جدد عقده مع الاهلي لسنه 2020. الاهلي قرر بيع او اعاره عبد الله السعيد. الله اكبر فوق قيد المعتقدات. طب هل عبد الله السعيد يستحق الضجه دي كلها؟ تعالوا نشوف. عبد الله السعيد بيقدم اداء استثنائي مع الاهلي، بس برضو الاهلي بيكسب من غير عبد الله. ده مش عبد الله وحش، ده لان فريق الاهلي الحالي يقدر يكسب من غير اي نجم، بس عبد الله مهم جدا 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 لخطه حسام البدر، لانه مختلف عن كل الموجودين، بيقدر يلعب تحت ضغط وبيستلم ويسلم في اضيق مكان ممكن. من الاخر كل اجنحه ومهاجمي الاهلي بيحبوا يستلموا في المساحات وهما بيجروا، بعد عبد الله عنده ميزه الاستلام من الثبات، بيلم الفرقه حواليه ويقدر يخلق لعب مميز ليه ولزمايله، وعشان كده هو مفتاح خطه 4 2 3 1 للبدري في الماتشات الكبيره. واكبر دليل على كده ان مع غيابه البدري اضطر يلعب باثنين مهاجمين وغير الخطه 4 4 2. صحيح كسب وهيكسب، لكن في ماتشات افريقيا الثقيله الاهلي هيكون محتاج لنجم في مركز رقم 10، هيكون محتاج لعبد الله السعيد. عبد الله لعب 227 ماتش مع الاهلي، سجل فيهم 67 جول وعمل 54 اسيست، وكسب مع الاهلي 4 دوري، 1 كاس، 4 سوبر مصري، 2 دوري ابطال افريقيا، 1 كونفدراليه، و2 سوبر افريقيا. طب ومع المنتخب هو تاني اهم لاعب هجومي بعد محمد صلاح، لعيب لا غنى عنه في خطه كوبا. المدرب دايما بيلعبه بين خط النص والمهاجم، يخليه ينزل يسقط لتحت ويفضي المساحه لصلاح في الهجوم وقدام الجون. عبد الله هو همزه الوسط بين لعيبه المنتخب، وزي ما هو مهم جدا في الاهلي هو لا غنى عنه في المنتخب. بعد الكلام ده عبد الله السعيد يستحق الضجه دي كلها؟ اه يستحق. عبد الله السعيد هو افضل عقليه احترافيه في اللاعبين المحليين كله، لعيب بيقدر يحافظ على مستواه طول الموسم، ما بيفرقش معاه في حد بينافسه على المكان او لا، لكنه كل ماتش بيلعبه لازم يسجل او يصنع. عبد الله السعيد كان لازم ياخد القرار بسرعه، وكان لازم يحافظ على مستواه وعلى هدوءه المعتاد لمصلحته الشخصيه ولمصلحه فريقه ولمصلحه المنتخب كمان.